أعزائي مشاهدي قناة الصح والجمال، أسعد الله مساءكم. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنلتقي دائما كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 10. نعتذر عن التأخير نصف ساعة نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا. زي ما عودنا حضراتكم دائما بأن برنامجنا بيهتم بكل قضايا قطاعات الناشئين، سواء أندية الدوري الممتاز، سواء المظاليم، سواء الأقاليم، سواء مراكز الشباب. برنامجنا بيلقي الضوء على كل ما يخص قطاعات الناشئين. هيكون النهارده في ضيافتنا طبعا نجوم الجد وفقره نجوم المستقبل، اللاعب محمد سامح يوسف، لاعب نادي المقاولين العرب مواليد 2007، نجل النجم سامح يوسف لاعب نادي الزمالك والمقاولين العرب. معانا ايضا مستقبل حراسه مرمى مصر ونادي الزمالك احمد نادر السيد، ايضا نجل النجم الكبير نادر السيد حارس مرمى مصر السابق ونادي الزمالك والنادي الاهلي. هنروح للأخبار. طبعا اتحاد الكرة اعتمد هزيمة الأهلي أمام سموحة في دوري الجمهورية مواليد 99 لإشراكه لاعب حصل على 3 انذارات. طبعا كان في خطأ إداري في مباراة سموحة والنادي الأهلي، وشارك اللاعب أحمد زينهم لاعب القلعة الحمراء. طبعا في فاكس جه للنادي من منطقة الكورة واتحاد الكورة بإلغاء ال3 نقاط فوز الأهلي ليكونوا في جعبة نادي سموحة، وقرر كابتن عمرو أنور إحالة الإداري للتحقيق. الوقوف على الكرة طريقة صبحي ورمضان صبحي، محمد فخري يثير أزمة جديدة في مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99. تسبب محمد فخري لاعب شباب نادي الأهلي في إثارة أزمة في مباراة شباب الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية بعدما قرر اللاعب الوقوف على الكرة في الوقت بدل الضائع للمباراة التي جمعتهم بملعب الأهلي على طريقة رمضان صبحي. ولم تكن هذه هي المرة الأولى، بل كانت المرة الرابعة من قبل، فقد فعلها الموسم الماضي لاعب مواليد 97 هشام شعبان، وقد أثارت المشاكل في المباراة. طبعا إيقاف بطولة جمهورية مواليد 99 لحين الانتهاء من الامتحانات. هنطلع فاصل وهنستقبل نجم بكره اللاعب محمد سامح يوسف. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وده كان فاصل لبعض من مهارات اللاعب ضيفنا النهارده نجم بكره الكابتن الجميل محمد سامح يوسف. اسمحوا لي انوه ان نجم حلقتنا النهارده هيكون النجم محمد عز، المدير الفني لنادي المقاولون مواليد 2006 ومنتخب القاهرة 2006. أهلا بك يا أبو حميد. أهلا بك أنت محمد، ربنا يخليك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك بتعملها. لا طبعا ده حقك وأنت تستاهل أكتر من كده، وإن شاء الله أنا متفائل بأن أنت هيبقى ليك مستقبل كبير في الفترات اللي جاية إن شاء الله. ربنا يخليك. لو حافظت على مستواك اللي إحنا اتفرجنا عليك وشفناه، والسادة المشاهدين اتفرجوا على لمساتك الهايلة يعني. ربنا يخليك كابتن، إن شاء الله ربنا عند حسن ظن حضرتك. محمد انت بدات في نادي المقاولين، ما لعبتش في اي نادي تاني؟ كنت بدات نادي المقاولين، ما لعبتش في اي نادي تاني. طيب مين مدربك كده، تفتكر مين دربك خلال الفتره لا هو اول مدرب كان كابتن حسام جمال وكابتن احمد السكري، وبعديها كابتن مجدي درويش، هو ده اللي الفضل عليا، هو ده اللي علمني المهارات وعلمني الحاجات في الكوره. طبعا بنقدم له كل تحيه للكابتن مجدي درويش، وخاصه عامل شغل كبير في السن، المرحله السنيه الصغيره البراعم، بنطلع لعيبه كويسه جدا يعني. لكن انت السنه دي 2007 مدير فني والدك الكابتن سامح يوسف. قول لي بقى عامل ايه معاك بقى كده، واحكي للساده المشاهدين كده. هو بيعمل لي يعني زي اصعب واحد في التمرين عشان خاطر اجد وكتير، عشان بيقصوا عليك. والحمد لله بكتير في التمرين وبكون عندي روح وعزيمه، والحمد لله ربنا موفقني. وبقى 4 سنين في النادي ما لعبش كوره، ما لعبش ماتشات خالص ولا ماتش، والحمد لله السنه دي لعبت ماتشين بس، وربنا وفقني فيهم وعملت صنعت هدف وجبت هدف. لا انا يمكن كمان انت رحت لنقطه مهمه جدا، ان انت 4 سنين ما شاركتش حتى في مباراه وديه كمان، يعني المدربين ما حاولوش مثلا ان هم يدفعوا بيك في مباراه وديه. لكن انا اعتقد ان السنه دي انا شفتك في اكتر من مباراه، كنت متالق في مباراه الشمس، كنت متالق في مباراه سموحه، وعملت اسيست هايل في الهدف الثاني في مباراه سموحه. لكن انا شايف ان يعني الكابتن سامح يوسف المدير الفني
يمكن اضاف لك مركز جديد، يمكن انت انا اول موسم اشوفك بتلعب في المركز كنت ده. زمان قوي كان تلات سنين كنت يعني لعبت سنة واحدة بس هوف رايت، التلات سنين دول كنت بلعب باك رايت، وعشان بابا اكتشف ان انا عندي سرعات ومهارات فلعبني هوف رايت، فجربني هوف رايت والحمد لله ربنا وفقني فيه. بس انت عصبي زي الكاب سامح، عصبي في الملعب شوية شوية. ليه 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 وارث العصبية دي يا محمد؟ مش عارف حاجة عند لا انا ربنا. عايزك تبقى هادي، لان اللعيب لازم يمتلك اعصابه، لان بشوف انفعالاتك في الملعب وبشوف رد فعلك كمان مع الخصم، فانا عايزك تبقى هادي، لان انت لو يعني لو التزمت بابا بيقولوا لك سواء اخلاقيا او فنيا في الملعب وخارج الملعب، الحماس الزائد ده يعني الحماس الزائد ده ناتج عن انت عايز دايما تكسب. لا الفوز عندي اهم حاجه والله، المهم الفوز. ان انا اكسب فريقي وحتى اصنع هدف حتى واعمل هدف. فعلا. قول لي بقى بتحب تلعب مع مين في فرقتك؟ انا عارف ان فرقتك كلهم بسم الله ما شاء الله كلهم لعيبه كويسه جدا، يعني مين بترتاح له كده في الملعب؟ بحب ده انا كلهم بحبهم طبعا، هم اخواتي كلهم، بس اكتر ناس بحب فرقه بحب العب معاهم الباك رايت اللي عندي احمد حسن تيتو، تيتو. وابو عزيز في الدفاع، ابو عزيز رشيد وجمال، وباك ليفت يوسف ايهاب، وهاف ليفت احمد خالد. وعايزين نقول عبد الرحمن الاجنبي برضه، الاجنبي عايزين نقول له الف سلامة السلام عليك. عليكم. والهجوم يوسف صبر، وعندك ونص الازاز الملعب وعندك فتحي ونص الملعب عمر شربت. وبوجبا، يعني الفرقة عندكم مواهب جميلة جدا يعني، بس دي اكتر ومصطفى فرقة بحبها. مصطفى الحارس مصطفى سعيد ومحمد وائل الحارس المرمى، يعني بصراحة فرقة 2007 يمكن أضاف لها شغل كبير أوي الكابتن سامح. يمكن أنت بتقولي دايما زملائي في الملعب، السنة دي زملائي كلهم بيقولوا لي احنا ده باباك بيعمل لها تمرين ما شفناهوش حتى في الفريق الأول ده، حتى كابتن حمدي شكله نفسه مشرف ابراهيم بيقول لي ان هو كان بيقول لي زمايلي كان سامح بيقول التمرين ما فيش ما حتى ما عملوش حتى في الفريق الأول. بيعمل شغل كويس. هو كابتن سامح يعني مدرب محترم وكان لاعب نجم كبير. قول لي بقى ابو حميد كده، انت يعني حاطط خط سير كده، يعني حاطط منهج لحياتك في الفتره اللي جايه لما تكبر، يعني مثلا لو اتعرض عليك لما تكبر مثلا ما انضمتش لصفوف الفريق الاول نادي المقاولين، اتعرض عليك الاهلي، اتعرض عليك انديه القمه الزمالك، اروح تحب تقعد في المقاولين ولا تروح الانديه ديت؟ لا طبعا الانديه الاحسن هي اللي تفرق معايا، بس اروح واكيد هجتهد وهيكون عندي روح في الملعب عشان يكون عندي حسن ظن الناس. يعني لو جالك الزمالك تروح تكرر تجربة الكابتن سامح والدك؟ هو اهلاوي اصلا ما بيحبش الزمالك، بس أنا ممكن عارف أنا اجرب عارف. عادي. أنتوا عاملين مشاكل في البيت كمان بسبب إن أنت أهلاوي وهو زملكاوي، وبيقول لي بيحصل مجزرة في البيت، بيحصل خناقات. كابتن سامح هو اللي أجبرك تلعب في المقاولين العرب ولا أنت اللي حابب نادي المقاولين العرب؟ لا وانا ايام ما كنتش بلعب ما كنتش بحب اروح خالص، وفي سنه قعدت فيها ما بروحش خالص من كتر ما انا زهقت ما بقتش العب خالص انت بتشاركش. بس يعني انت كنت بتجتهد يا محمد وكان في والله انا تعنت كنت يعني، ولا انت ما كنتش بعمل على بتشارك قد ما ليه؟ اقدر في التمرين، كنت بجتهد وكنت بموت نفسي وكنت بقاتل وكل حاجه، وبرضه مع ذلك ما كانوش بيلعبوني. وانا بس عارف كمان ان انت الفترة اللي فاتت كمان يمكن القطة اخر، يعني اسمح لي اوجه برضو كلمة شكر للكابتن محمد رضوان كابتننا وكابتن نادي المقاولين والمنقذ رئيس قطاع الناشئين نادي المقاولين العرب اللي عامل طفره كبيره، لان هو كمان عمل لجان، يعني هو ما خدش مثلا بان سامح مثلا لاعب نادي المقاولين وابنه يتأيد، لا كل من هو يستحق ارتداء تيشيرت نادي المقاولين العرب كان بيتم قيده. يمكن انت يمكن ثبتت نفسك في الفتره الاخيره، طبعا مقاولين العرب نادي كبير طبعا انت ثبتت نفسك كمان واشتغلت على نفسك كويس، اعترف بيك الدكتور زمزم والكابتن حمدي سكله كابتن رضوان كلهم اشادوا بيك في الفتره الاخيره لما ابتديت تهتم وتركز في الكوره اكتر وان انت تلعب، تم قيادتك مباشره وشاركت في مباريات كتير انت السنه دي. اتقيت اخر واحد في الفرقه وانا وزميلي تاني يعني، فبس في الاول ما كانوش عايزين يقيدوني خالص، مع اني برده كنت نفس الحاجات كنت بقاتل برده كنت بعمل نفس احنا كل ننسى حاجه اللي في فات بقى، التمرين. لان انت خلاص انت كده اثبتت نفسك واثبتت للناس كلها ان انت لعيب كويس تستحق بجداره ان انت تنتمي وترتدي تيشيرت نادي المقاولين العرب. طموحاتك بقى، يعني هل ممكن يبقى حلمك زي محمد صلاح؟
كابتن محمد صلاح كده حلمك كده. ميسي ساعات، ميسي بحبه بس عشان مهاراته، بحب مهاراته في الملعب، بحب ساعات انفذها في الملعب، بحب بقلدها ساعات. لا انا بقول ان محمد صلاح كونه لاعب مصر، لكن ميسي كلنا ما فيش اختلاف عليه، لكن انا بقول تجربه ابن نادي المقاولين العرب الكابتن محمد صلاح. محمد صلاح برضه نفسي اطلع زيه برضه. انت عارف ان اول واحد دفع بالكابتن محمد صلاح ده في الفريق الاول كان الكابتن محمد رضوان وهو عنده 16 سنه، قال لي الكابتن محمد رضوان، قال لي كان 16 سنه الا شهرين ثلاثه حاجه زي كده، قال لي اول حد دفع بيه في الفريق الاول كان الكابتن محمد رضوان. فهل انت عندك الامل وعندك الرغبه والنيه في ان انت تلعب درجه اولى وانت في السن ده؟ عجبني في حاجه من محمد صلاح ان هو ما زعلش لما راح الزمالك ورفضوه كمان، ده طبعا ده العزيمه احترف بقى. بره ويبقى بص فين دلوقتي هو. لا جزئيه ان انت ما تاخدش وقت كبير توصل ل 20 سنه او 18 سنه، يعني انت عايز تلعب درجه اولى في سن صغير. بس الكل ده بمجهود انا مش. لا طبعا طبعا. بص يا محمد، الكوره ما فيهاش مجاملات، الكوره ما فيهاش مجاملات، لكن في دروس بنتعلم منها. يعني انت ايه الدرس ممكن نقول ان انت اتعلمته من محمد صلاح؟ ان هو عنده روح وعزيمه ومفيش حاجه اسمها عنده، ان هو ما يكتئب في اي حاجه هو نفسه فيها وملتزم كمان، وملتزم دينيا واخلاقيا، يعني حاجه جميله كابتن محمد صلاح. لكن مين مثلك الاعلى بقى يعني في الدوري الاوروبي، ومثلك الاعلى في الدوري المصري؟ لا انا بره اسال كريستيانو رونالدو. جميل. والدوري المصري؟ الدوري المصري في اي نادي يعني اي ممكن نادي حد تكون بتحبه بتعشقه وبتتفرج عليه حاسس ان هو ممكن انت تكمل تبقى وانا زيه؟ بابا يعني لما كان بيلعب مش عارف بشوفه الناس كلها ماشيه تسلم عليه وبحس ان هو يعني كبير قوي، والناس كلها تقعد تقول لي باباك ده كان لعيب فعلا ولازم تطلع زيه. هداف يعني. سامح يوسف، كاب سامح يوسف كان من الفراوده اصحاب الفكر العالي والمهارات العاليه، يمكن هو كمان ما خدش حقه اعلاميا، يعني ويقول لي اتظلموا الاجيال هما دي كان فيها، بعض اللعيبه اتظلموا كتير يعني. هو ما كان انا في الايام اللي انا ما كنتش بلعب فيها زمان كان كنت ساعات بخرج اعيط عشان زمايلي كلهم رايحين وانا الوحيده اللي مش رايحه، اسمي مش مكتوب في التشكيل، وهو بيقول لي ما تزعلش هتلعب ان شاء الله بكره تلعب وبكره تكبر في الفريق الاول، ويقول لي انا زمان ما كنتش بلعب. دايما داعم في ظهرك بيقويك، بيقول لي انا زمان ما كنتش بلعب. يعني دي نصايح بابا ليك، يعني نعتبر دي مثلا نصايح بابا، ايه هي بقى؟ ان انا ما ازعلش ان انا العب ماتشات، بيقول لي ماتشات مش كبيره قوي، اهم حاجه عندي الفريق الاول، لما تكبر تلعب في الفريق الاول بس، وبيقول لي ما تعيطش بكره تلعب وتكبر، وبيقول لي انا زمان ما كنتش بلعب، قعدت 3 سنين ما بلعبش في النادي فعلا. بس هو بيقول لي كده. طيب احنا يعني مهما نتكلم عن بابا مش هنديله حقه، لكن انا عايزك انت اللي توجه رساله. انا عارف يعني انا صديق لبابا شخصي، عارف قد ايه ماما كمان بتتعب معاك، قد ايه اختك انت مبهدلها في البيت. عايزك بقى يعني توجه لهم كلمه، توجه لبابا ولاختك لا هم وماما. كلهم صراحة ليهم فضل عليا كبير قوي، هم كلهم مشجعوني ومحدش يوم ما شجعنيش خالص، هم كانوا مديني روح يعني. يعني انت عايز تقول للكابتن سامح ان انت ان شاء الله في يوم من الايام يعني هتبقى بالنسبه له، يعني انا حابب بالنسبه لك كابتن حاجه تفتخر بيها يعني في الايام السنوات اللي ان جايه. شاء الله باذن الله. وكلمه بقى لست الكل مامتك بقى تقول لها ايه؟ ربنا يخليك اللي هي التامين معايا يعني، موجودة اللي هي التامين معايا على اختي. اختك حبيبي محمد، شرفتني، واتمنى ان انت دايما كده يا رب من افضل الافضل. وانا خدت عهد وبقرره، مفيش حد يا محمد بيقعد في المكان ده مكانك الا لما بيبقى يكون لاعب مميز، ومش النادي بس، كل مدربين انديه قطاعات الناشئين ما بيختلفوش على موهبته. شرفتنا يا محمد، اشكرك لحضورك. حضره صدى فاضل، هنطلع لفاصل وهنرجع نستقبل ايضا نجم بكره، نجم حراسه مرمى مصر ونادي الزمالك احمد نادر السيد. Yeah.
بقالنا فتره مش كويس. الماتش اللي كنا محتاجينه الدنيا علينا، احنا بنلعب نفس السيستم بتاع الفريق الاول ونفس الشكل اللي بنشتغل بيه، بس كانش عندنا توفيق شويه. النهارده الحمد لله كسبنا الموالين المركز الخامس، اداء كويس واللعيبه كلها عامله اداء كويس، فالحمد لله على المكسب. الناس كلها عدت بمستوى كويس، فالحمد لله طبعا على المكسب. اكيد 3 نقاط هيفرقوا معاك في جدول الترتيب. ان شاء الله طلعنا تاني، مش ده يتناسب مع الدجله او اداء الدجله او الامكانيات اللي عندنا طبعا، فطلعنا حاجه كبيره يعني طبعا. اكيد عايزين نعرف من حضرتك ايه بعض التعليمات اللي قلتها للعيبه اللي بالفعل قدروا ينفذوها في المحاضره قبل اللقاء. لا اللعيبه والله ادت النهارده، كل الناس ادت اللي عليها وعمل اللي عليها، فالحمد لله طبعا المكسب النهارده ليهم كلهم. اللعيبه ادت كانوا رجاله فكسبنا النهارده الحمد لله. حابب تقول لهم ايه على الفوز النهارده؟ اللهم مبروك ومبروك للنادي كله، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، بشكرك. شكرا. معانا الكابتن خالد لفريق وادي دجله، ببركك على الفوز النهارده، ايه تعليقك على مباراه اليوم؟ والله احنا عملنا ماتش رجولي قوي، كنا خسرانين في الاول والحمد لله قدرنا نعوض وقدرنا نجيب المكسب، والحمد لله الروح عاليه جدا في الفريق، ورب نكمل على كده وان شاء الله الدوري هيبقى بتاعنا. شكرا. العفو. ومعانا الكابتن صبري من نادي وادي دجله، بنرحب بيك وببركك على الفوز النهارده. احنا كنا رجاله النهارده والحمد لله على المكسب، واحنا تعبنا عشان كده ربنا وفقنا الحمد لله على المكسب. ورجعنا لكم بعد فاصل مباراة دجلة والمول العرب 2004 واللي انتهت بفوز دجلة. طبعا بنشكر دجلة للاستضافة، وبنشكر كابتن وائل شيتوس والرياض على الاستضافة الجميلة، وبنشكر كابتن احمد حمودة، وبنشكر كابتن بركات علام، كابتن احمد ومسلم، بنوجه لهم كل الشكر لاستقبالهم كاميرات صوت الناشئين بشكل محترم. ورجعت لكم معايا ضيف جميل، امل بكرة ومستقبل بكرة في حراسة مرمى نادي الزمالك، كابتن احمد نادر السيد نجل النجم نادر السيد. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك كابتن، نورت حضرتك. شكرا لاستضافتك معايا، مبسوط اللي مع حضرتك طبعا. انا اللي سعيد بيك يا احمد، انت من الحراس المميزه، متابعك بشكل كويس، عارف قد ايه انت بتتعب، عارف قد ايه ان انت راكن اسم نادر السيد على جنب، بتشتغل على اسم احمد نادر السيد. دايما في لقاءاتي معاك بعد المباريات باجي ابوسك وبحضنك وبهنيك وبقول لك انت فعلا امل ومستقبل نادي الزمالك. احكي لي كده بقى، بديت ازاي، ومين من المدربين الحراس المرمى اللي اثروا فيك واثقلوا موهبه احمد نادر السيد؟ طبعا يا كابتن، انا بدات في اكاديميه بابا اللي هي اكاديميه نادر السيد في الربوه، وبعدين بعد الربوه قعدت الربوه كتير لحد ما جه وقت بابا قال لي خلاص ما ينفعش تقعد في اكاديميه تاني، لازم تبدا في نادي. فالحمد لله رحت نادي الزمالك. كم سنه كان كده سنك؟ كان عندي اعتقد 11 سنه. وبعدين اول مدرب كان ليا كان كابتن مصطفى. كنت كان معايا 4 حراس تانيين، وبعدين كملت في النادي، وبعديها الحمد لله كان بعديها مدرب كابتن سعيد الله يرحمه. رحمه الله. وكابتن عادل كمان كان معايا مدير فني الله يرحمه برضه، كابتن عادل الموثي. ايوه طبعا. وبعدين بعديها بسنه جالنا كابتن تامر وحيد. وكابتن مدحت مكي. ايوه. وكان بنلعب كل ده كان جيزه، وبعدين بدانا جمهوريه السنه اللي فاتت، مع بدانا الدوري مع عصام عبده، كابتن عصام عبده، كابتن احمد عبد الرؤوف طبعا، وكابتن حسني وسط طبعا كان معايا من وقت الجمهوريه. واولهم طبعا كابتن عادل مامور طبعا، كان معايا من اول ما دخلت. بنوجه له كل الشكر الكابتن عادل مامور المشرف العام على مدربي حراس قطاع ناشئين مرمى حراس مرمى نادي الزمالك. وبعدين السنه دي بدانا الحمد لله مع كابتن سامح اسماعيل وكابتن سامي عبد الحليم وكابتن احمد زكريا، وطبعا مشرف كابتن هشام ابراهيم، ولسه مدرب الحراس بتاعي الحمد لله كابتن حسني موسى. طبعا. قول لي ليه بقى، ليه بابا لما قال لك كفايه كده اكاديميه ليه ما رحتش الاهلي؟ ليه رحت الزمالك؟ هل انت زملكاوي؟ اولا بابا زملكاوي، معروف اللي هو زملكاوي، اتربى في النادي هو زملكاوي. هو سالني الاول، هو ما كانش عايز يوديني، اللي هو لو قال لي يعني خد طبعا، قال لي عايز تروح الزمالك ولا الاهلي، وانا كنت في الوقت ده زملكاوي قوي، بحب النادي اصلا من وانا صغير، فقلت له طبعا الزمالك، وكان الحمد لله هو ساعدني ان انا ادخل، بس اللي هو ساعدني ان انا ادخل مش اللي هو مش لعب مجامله، لا لا طبعا، هو اللي هو بيحطني على اول الطريق والباقي بتاعنا، اللي هو انا مش في الطريق بقى بتاعنا. اكيد اكيد. مين مثلك الاعلى في حراس مرمى في مصر؟ في مصر يعني، غير كابتن نادر طبعا. غير كابتن نادر، في طبعا في الدرجه الاولى عندنا جنش. جنش طبعا جول كويس جدا، ربنا يشفي يا رب. وطبعا اكيد الحضري كمان. حضري جول كبير طبعا، بس جنش يعني هو دلوقتي حاليا جنش قريب منك شويه. جنش
طب قول لي بقى، انت متابع انا عارف الدوريات الاوروبيه، مين الحارس مرمى كده في الدوريات الاوروبيه يعني بتتمنى ان انت تكون مثلا حاسس ان انت شايف نفسك فيه او شايف ان انت قريب منه؟ اكتر حارس بحبه هو ايكر كاسياس، اللي هو كان بيلعب هو بيلعب دلوقتي في بورتوس، هو كان جول حارس ريال مدريد. ده اكتر حارس بحبه. طبعا انا من افضل انا بعشقه بعد بوفن على طول. ايوه. طب قول لي ابو حميد كده يعني لا طبعا انا يمكن انا لما دايما اقعد مع بعض الاصدقاء سواء الصحفيين او الاعلاميين اقول لهم احمد بيفكرني بميتر شمايكل. ده حقيقي، انت فيك شبه كبير منه. واخد نفس الستايل. وحتى عشان فيتر شمايكل ابنه كاسبر شمايكل بالظبط اللي بيلعب برضه في ليستر سيتي، فعلى طول بيشبهوني انا وبابا بشمايكل، بيتر شمايكل وكاسبر شمايكل. بالظبط. احنا يمكن معانا يعني هو الكابتن عادل مأمور. كابتن عادل مأمور معانا على التليفون. كابتن عادل مساء الخير يا كابتن مصر. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا كابتن، وسهرناك انا عارف انت بتنام بدري. انا سهران عشان النجم اللي قدامك. يا حبيبي يا كابتن عادل، طبعا مع الكابتن تاريخ حراس مرمى مصر ونادي الزمالك كابتن عادل مأمور المشرف العام على مدربي قطاع ناشئين وحراس نادي الزمالك. احمد نادر بيقول ان انت يعني الاب الروحي ليه في نادي الزمالك يا كابتن عادل. اولا بمسح عليك وعلى احمد. يا رب يخليك. وانت طيب. كل مصر بخير بسبب النادي. طبعا احنا عارفين السنه الجديده بكره ان شاء الله، ربنا يعيد السنه دي علينا كلنا بخير ان شاء الله. يا رب. انا في عهدك يا كابتن عادل شايف في طفره فعلا في حراس المرمى، يعني محمد عزت وفي احمد نادر، يعني مش عايز اقول حد عشان زياد سيارة وزياد مش لكن انا شايف وحضرتك كمان متواجد في كل تمرينه وفي كل مباراه سواء منطقه الجيزه سواء جمهوريه، يعني انت عامل طفره كبيره وجهد كبير يا كابتن عادل. ما بقول لحضرتك احنا مسؤول عن حوالي 18 حارس مرمى وسبع مدربين، احنا شغالين باستراتيجيه معينه وسيستم معين في التدريب. كل المدربين بينفذوا البرامج التدريب اللي موجوده. طبعا كل واحد حسب السن بتاع اللي هو بيشتغل عليه. فالطفره الحمد لله بقى لنا 3 سنين كنا بنشتغل على الشغل دوت. الحمد لله ثماره بدات دلوقتي السنه دي ان شاء الله. الحمد لله ان حراس المرمى هم زي ما انت عارف ان حارس المرمى 50% من الفريق. طبعا الحمد لله ال 50% بقت موجوده دلوقتي في نادي الزمالك. فعلا حراس المرمى ليهم دور كبير جدا في تحديد نتائج المباريات، وبيعملوا طفره عاليه جدا في نادي الزمالك ان شاء الله وفي مصر باذن الله. ومن ضمنهم ده الكابتن الصغير ابني كمان. طبعا يا كابتن كلهم ولادك. احمد نادر السيد من حراس المرمى الممتازين جدا اللي بنحاول نفذ ياخد كل شيء مني او من المدرب وكابتن حسني برضه نفس الشيء. عامل شغل كويس جدا حسني مسعد والله يا كابتن عادل. عامل مدرب كويس. فاهم الشغل كويس او عارف ايه يتدرب ايه ما يدربش ايه واي مشكله بتحصل بيجي اي المدربين كله اي مدرب بيحصل اي مشكله مع اي حارس في اذا كان في مشكله في التدريب في مشكله في اخطاء معينه بتكون في المتكرره بيجي يقعد معانا بنقعد نتكلم مع بعض قبل التدريب. موعد التدريب موجوده هننفذ وحده التدريب اللي بتتعمل وبيقعد بنتكلم نقول دي بنشتغل ايه وما نشتغلش ايه والنهارده ايه فوت الاسبوع هنشتغل حمل عالي هنشتغل هننزل الحمل كل ده عشان ما يحصلش اصابات الحمد لله فعلا في المرمى الموجودين عندنا في نادي الزمالك. وبالتالي من ضمن الحراس المرمى المميزين عندنا هو احمد نادر اللي هيكون مستقبل ليه كبير ان شاء الله. انا شايف ان هو على المدى البعيد باذن الله لو نفذ التعليمات اللي احنا بنقولها له وهو عارف انا بتكلم معاه ازاي وبحبه قد ايه طبعا هيوصل ان شاء الله يبقى هو الحارس الاول المنتخب نادي ان شاء الله. يعني نعتبر دي نصيحه لاحمد يا كابتن عادل. طبعا هو عارف اساله يعني انا نصيحه قد ايه ليه وقت كل حاجه حتى لما بيكون في ماتشات فيها ضغط عصبي عالي يعني هو بقول لا انا عايزك تستمتع انت اتمرنت خلاص عملتها ليك سيب التفريط بتاع ربنا عايزك تستمتع بالمباراه ومتع نفسك. هو المفروض كده اللعيب ينزل الملعب لازم يستمتع ومتع نفسه ومتع الناس. اكيد النتيجه دي مش بتاعتنا بتاعت الغيب. اكيد يا كابتن عادل اللي عليا ومتع نفسي ومتع الناس هتلاقي نفسك كل الضغوط راحت من عليك وبدات تعمل احلى حاجه عندك في المباراه. والله يا كابتن عادل لو كل حارس مرمى في نادي الزمالك اخذ نصيحه من نصايحك صدقنا هيبقى نجم منتخب مصر لان انت تاريخ وصاحب تاريخ جميل
وانا بشكرك على مداخلتك وبعتذر ان احنا سهرناك، وانا اتمنى تكون ضيفنا في الفترات اللي جايه عشان في مشاكل كتير في حراسه مرمى مصر نقدر نستفيد من خلال حضرتك وخبرات حضرتك كابتن عادل. بشكرك كابتن في رعايه الله يا فندم، كل سنه وانت طيب. كلام جميل يا احمد زي ما حضرتك قلت، هو اب الروحي طبعا، ما انا قلت له على الهواء. ايوه حتى كل ما مثلا يشوفني في غطس ولا حاجه ومش مركز في ماتشات كان على طول بياخدني على جنب ويكلمني ويقول لي انت 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 فيك في حاجات ما شفتهاش في حراس ثانيه ولازم انت تشتغل عليهم. انت مميز يا احمد، انت مميز بصراحه يعني. لان انا 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 دايما بقول والله يا احمد وعلى قدام الساده المشاهدين وعهد خدته ما بيني وما بين نفسي ان مفيش حد بكررها مع كل ضيف، مفيش حد، لان دي حلقه التاريخ اللي انت معايا دي في حلقه للتاريخ سواء ليك او سواء ليا. انا خدت عهد ان مفيش حد يكون موجود في المكان ده غير اللي حقه فعلا يبقى موجود والناس تقدر تشوفه. قول لي بقى يا احمد، انت يعني سامع ان في عقد في الدرجه الاولى في فيرستين في النادي، واعتقد ان انت مش عايز تمضي وعايز في عقد خارجي يعني كده، قول لي العصفوره اللي بتقول بقى لا هو في اول السنه كان وفي ابتسامه كده طالعه انا حاسس كده لا لا كان في هو اول شرف ليا ان امضي عقد في نادي الزمالك، وكان في اول السنه كان في كلام اللي هم يمضوا مش انا بس، كان يمضوا اكتر من لعيب في فرقتنا، بس مش حصل مشاكل، حصل مشاكل كتير مش معانا بس مع لعيبه كتير، ولغوا كل العقود وسابوها للوقت يعني الوقت لو حد يطلع في ستيم او حد يعني يكمل في النادي يبقى يتعمل له عقد، بس ما حدش اتعمل له عقد في فرقتنا. طب هل في شبه رسمي في عروض فعلا خارجي؟ مش لا خارجي لسه، كان داخلي؟ كان ممكن اعار النادي مثلا؟ لا لا كان في نادي الزمالك، نادي الزمالك بس ما كان حصل مشاكل في العقود بتاعت الفرقه بتاعتنا كلها ومحدش عمل عقود خالص. لكن الفتره الجايه انا عارف ان انت الفتره الجايه يمكن من مصدر موثوق منه داخل نادي الزمالك ان انت يمكن في خمسه هيعملوا عقود من ضمنهم احمد نادر السيد. طبعا هيبقى شرف ليه. ده مصدر موثوق منه. يا احمد ده انا عايزك بقى يعني توجه كلمه كده لنجمنا، واسمح لي اهنيه على الهوا بعيد ميلاده، لان هو انا في اتصال بينه وبينه قال لي انا يمكن ما اعرفش اشوف الحلقه لان في بعض المدربين اصدقائه عاملين له حفله صغيره كده بمناسبه عيد ميلاده، فاسمح لي انا وانت بنوجه له تهنئه بعيد ميلاده ونقول له كل مليون سنه وانت طيب يا كابتن نادر، ويا رب دايما تكون في حياتنا ومنورنا، وعقبال لما نحتفل ب 120 سنه ان شاء الله. فعايزك توجه له كلمه قد ايه هو بيتعب معاك، وماما كمان قد ايه بتتعب، واختك بتتعب معاك، اخواتي كلهم وانا عارف مدى الشقاوه اللي في البيت انت عارف حياه لاعب الكوره بتبقى يعني كلمه توجهها لبابا ولاسرتك. طبعا هو هم اول ناس ساعدوني، هم اول ناس في ظهري على طول، واولهم بابا الحمد لله، هو بيساعدني في كل حاجه، اي حاجه انا عايزها مش اللي هو بيعملها لي، حتى لو هي مش صح بيقول لي الصح، وحتى لو انا عايزها حتى لو مش صح، بس هو شايف لو هو شايف اللي انا عايزها وشايف اللي انا ممكن اشتغل عليها هيساعدني فيها، وبكل بعد كل ماتش لازم يقول لي، حتى بيبقى صريح معايا حتى لو انا كنت ما كنتش وحش ويقول لك انت كنت بيقول لي انت كنت وحش وكنت وحش في ايه، عشان ما يقوليش انت كنت وحش وخلاص، اكيد لازم انت كنت وحش في ايه، وقال لي انا كنت لما ابقى كويس اكيد بابا واسك ورقه وقلم، وحش في التراي ده، وحش في الطلوع ده، اتاخرت اكيد، ما انا بقول يعني زي الكمبيوتر بعد كل ماتش بيجي اولا بيجي يتفرج على كل ماتش حتى لو في سفر، لو في اخر الدنيا بيجي يتفرج عليا، ودي احسن، دي اكتر حاجه تبين اللي هو ورايا في ظهري على طول. انا بشكر كابتن نادر على يعني تلبيته لحضورك، وبشكرك يا احمد، واتمنى ان دي ما تكونش اول لقاء لينا، وان شاء الله اجيبك وانت نجم كبير وافكرك بالحلقه دي ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونستقبل نجم حلقتنا النهارده وضيفنا المدير الفني نادي المقاولون العرب ومنتخب القاهره مواليد 2006 كابتن محمد عز. لعب يوسف مقبول على طول، هجمه للمواليد، حطها حلوه يوسف، خطيره، جول خطيره، جول 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 جول، مش ممكن، كوره خطيره في اول كوره للمواليد العرب، حطها محمد عثمان، حطها عثمان محمد، هلال والتعادل، التعادل لفريق نادي بيراميدز، هدف التعادل، ضربه ركنيه،
انور يلعبها لتوفيق، توفيق يلعبها لانور، وفكر والعرضية حلوة، قطير اضرب اضرب جول اضرب جول 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 وهدف تاني. ناتش يا ناتش ادم نضيع ادفع الكرة يلعبها ورا لعلي شعبان، علي ابو علي يلعبها بنص الملعب للاعب حماده هلال، يحط في اليمين لاسلام، اسلام اسلام كمال، اسلام عد 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 عزب الوف عزب الوف ولعبها خطيرة 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 والتعادل التعادل. جول 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 يوسف يا يوسف يا يوسف يا لعيب. والهدف الثاني من داخل ملعب نادي ام كولون العرب، وبعد انتهاء مباراة نادي ام كولون ونادي بيراميدز بفوز ام كولون العرب بثلاث اهداف مقابل هدفين، بيسعدني ان يكون معايا المدرب العام الكابتن سعد عبد الباقي لنادي ام كولون. بنرحب بيك في برنامج صوت الناشئين، بنبارك على الفوز المهم النهارده قدام فرقه كبيره وهيكون حافز للاعيبه في الفتره القادمه. اهلا وسهلا بحضرتك الاول، ومشرفينا في النادي المولين، وطبعا الحمد لله ربنا كرمنا النهارده ودوت فوز يعني يحسن شويه من الجدول في الترتيب بتاعنا، ان احنا بقالنا فتره يعني الظروف مش خدمانه، فده بدايه ان شاء الله الفتره اللي جايه، خاصه في توقف الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان الامتحان بتاع الاولاد وكده، فان شاء الله نستعد بقى للفتره اللي جايه ديت، في شهر باين اجازه فهنستعد فيه كويس ونبدا ان شاء الله بعدها نخش بقى ايه في الماتشات اللي جايه. ابو الماتش النهارده باي اداء، المهم ان هم برجاله في الملعب وياخدوا الماتش النهارده، فربنا الحمد لله كرمنا النهارده وخدنا 3 بونت، واللي جاي ان شاء الله يبقى كويس باذن الله. حابب تقول ايه للاعيبه اللي بالفعل قدروا ينفذوا بعض التعليمات اللي قالها المدير الفني في المحاضره قبل اللقاء؟ طبعا بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ونحاول نقدم خطوه لخطوه ان شاء الله، وبقول لهم ان انتوا رجاله النهارده وان انتوا قدرتوا تكسبوا الفرقه وتعوضوا الدور الاولاني. بشكرك كابتن، بشكرك كابتن سعد، بالتوفيق في اللي جاي. الله يخليك، بشكر حضرتك، شكرا. كل الشكر للمراسلة الجميلة سارة حسن على كل التقارير اللي تعبت فيها، أنا بشكرها. بهني فريق نادي المول العرب 2003 وجهازه المحترم كابتن محمد عبد العزيز زيزو وكابتن سعد عبد الباقي وكل أعضاء الجهاز بفوزهم على بيراميدز الأسبوع اللي فات. ومعايا دلوقتي نجمنا ونجم حلقتنا النهاردة المتألق دائما كابتن محمد عز نجم نادي المول العرب والمدير الفني للمنتخب القاهرة مواليد 2006. اهلا بيك كابتن عز. ازيك كابتن محمد، وميرسي جدا على الاستضافه الجميله دي والبرنامج الهايل ده. ايه الشياكه والقمر ده؟ ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. كابتن محمد عز تاريخ طويل، يمكن يمكن الجيل كمان اللي انت بتمرنه في نادي المول العرب 2006 يمكن ما يكونش يعرف محمد عز، يعني عايزين نقول بطاقه تعارف كده لتاريخ ومسيره الكابتن محمد عز في عجاله. بالنسبه للعب يعني في قطاعات الناشئين، قطاع كلاعب وكمدرب وكمدير فني لمنتخب القاهره كده يعني. طبعا الاسم طبعا الاول محمد عز الدين عيد، مواليد انا 80 شهر 9 16 9 80. دخلت نادي المقاولين العرب وانا عندي 8 سنين بالظبط وانا صغير جدا، وتدرجت في قطاع الناشئين لغايه الدرجه الاولى مع طبعا مع كباتن كتير جدا جدا جدا. مش عايز طبعا اذكر اسماء عشان ما انساش ولا واحد فيهم، بس طبعا هم كل المدربين بتوع اللي هو الجيل الذهبي مرني الحمد لله. وكانوا من احسن واكفأ المدربين في نادي المقاولين العرب وفي مصر كمان. وبعد كده بعد ما لعبت في نادي المقاولين العرب سبت نادي المقاولين العرب ورحت لعبت في سموحه، وبعد كده بعد سموحه سافرت رومانيا احترفت سنه ونص في رومانيا في نادي اف سي كارايوفا في رومانيا. وبعد كده رجعت تاني لعبت في الترسانه، وبعد كده انتهيت في اسمنت السويس، وبعد كده بطلت كوره خلاص. وبعد كده اتجهت للتدريب، اتجهت للتدريب بقى خلاص 2008. انا اتجهت للتدريب في 2008 وبس. وانا طبعا وانا بلعب لعبت طبعا منتخبات، طلعت درجه اولى وانا عندي 17 سنه مع الكابتن محمد رضوان اللي هو رئيس القطاع طبعا. اللي هو الاب الروحي ليا طبعا، وهو اللي طلعني درجه اولى وهو اللي مضاني العقود بتاعت الدرجه الاولى، ولعبت وانا صغير.
وانا عندي 17 سنه في الدرجه الاولى. طبعا لعبت ثلاث ارباع المنتخبات الناشئين والشباب كلها، ولعبت كاس عالم في مصر، ولعبت زي كده زي بالظبط الفرانكفون في كندا مع منتخب الاولمبي، اخذت سادس عالم، اخذت بطوله افريقيا في بتسوانا مع نفس المنتخب مواليد 97 اللي هو سيفي قوي سيفي قوي اللي هو عملت كاس عالم هنا في مصر، ولعبت وجبت جون في كاس في المانيا. وبعد كاس العالم رحت سافرت مع منتخب كابتن شوقي غريب الاولمبيات، مش اولمبيات زي فرانكفون كده في كندا، وخدنا مركز ثالث مع كابتن شوقي. بعد كده لقيت هنا في نادي المقاولين العرب، كملت برضو اللعب مع النادي، ما كنتش مشيت من النادي. خدت كاس مصر مع نادي المقاولين العرب، خدت تاني كاس سوبر مع نادي المقاولين العرب كابتن رضوان برضو، وتاني كاس مصر مع كابتن رضوان برضو، وخدت كاس تاني كاس سوبر مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي في نادي المقاولين العرب. بس وبعد كده بطلت بقى 2008 واتجهت للتدريب، وكابتن رضوان برضو كان رئيس القطاع ساعتها، هو اللي جابني وحطني في اكاديميات مع الكابتن كل الشكر للكابتن محمد طبعا رضوان. رب روح ليه واداني الفرصه السنه دي انا ابقى مدير فني 2006، وواقف جنبي الحمد لله ومديني الدعم الكامل، بدعمك فعلا وربنا يكرمه ان شاء الله يعني. بس قول لنا بقى تجربتك مع منتخب القاهره 2006. والله انا في منتخب القاهره هي الموضوع كله جه صدفه يعني. احنا الحمد لله في الدوري المنطقه بتاعنا عندي فرق كتير، مولين امبي شمس اتصالات، والناحيه الثانيه الاهلي طبعا ودجله والفرق دي. انا الحمد لله من اول السنه وكابتن رضوان داني الدعم، ومع عندي برضو كابتن زمزم وكابتن حمد سكله مشرفين علينا على القطاع بتاعنا قطاع البراعم. وده اول سنه الفرقه بتاعتي 2006 تلعب 11، فكابتن رضوان داني الفرقه دي وقال لي اعمل شغلك واجتهد، وانا عارف انت مجتهد والحمد لله. بدات نشتغل الحمد لله على الموضوع دوت، وماشيين اول الحمد لله 2006 ماشي اول في المجموعه بتاعتي. وكابتن تامر حفني طبعا كان ماسك المنتخب ساعتها، وخد حوالي 15 لعيب من عندي من في المنتخب يشوفهم، وكان معجب بيهم. والحمد لله الولاد عندي يعني لعيبه كويسه جدا جدا في كل الانديه طبعا، وفي انديه كتير جدا زي مثلا انبي وزي الاهلي وزي دجله وزي الشمس والشرطه فيها والاتصالات فيها، في انديه كتير جدا في مصر فيها لعيبه كويسه في المرحله السنيه 2006. انت عملت تجمعين دلوقتي؟ هو في تجمع، انا عملت تجمعين شفت لغايه دلوقتي 76 لعيب، وان شاء الله الاسبوع الجاي هعمل للمنطقه بقى اللي هم 72 فريق، هاخد من كل فريق 3 لعيبه. هيكون نادي المقاولين العرب الباشمهندس محمد عادل. محمد بيك عادل منورنا في صوت الناشئين. دايما يا رب يخليك يا باشمهندس. دايما بالتوفيق ان شاء الله. كل مليون سنه وانت طيب، وسنه سعيده عليك، و2020 اسعد واسعد عليك وعلى نادي المقاولين يا باشمهندس. علينا على مصر كلها وعلى ناشئين مصر بالخير يا رب. معانا ابنك وحبيبك كابتن محمد عز المدير الفني لمنتخب القاهره 2006 النهارده. اهلا مساء الخير ومبروك. مساء الخير يا فندم. هم سواء لعيبه او مدربين او اي مكان بيحصلوا لغتين بيبقوا مميزين. واهم ما يميز ابن المامور الفنيه دايما بقول الخلق، اهم ما يميز ابناء المدرب جميعا يعني. يا باشمهندس انت انسان عظيم، واحنا لا نخفي سرا دائما يعني مهما نقول عن حضرتك وعن معاليك احنا ما بنقدرش نوفيك حقك، ده انت يعني شعلة نشاط واطال الله في عمرك وادام عليك الصحة، داعم لينا كقطاع ناشئين والفريق الاول ودؤوب. يعني انا بحسب نادي المقاولين ان في محمد بيه عادل، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، لكن انا فعلا بشوف مدى الجهد ومدى التعب ومدى المعاناة اللي دايما معاليك فيها باستمرار، وخاصة ان انت بتسعد دائما. يعني مداخلتك معانا النهارده لتهنئه ابن من ابناء نادي المقاولين لتوليه منصب مدير فني منطقه القاهره، ده يعني شرف لينا كلنا والله. انا بشكرك جدا وبشكر كل العاملين في قطاع الناشئين في العرب، كلهم ناس مجتهدين، ناس محترمه، ناس عايزه تعمل حاجه، وفي النهايه
ونادي المقاولين العرب جزء من مصر، ما يحدث من المقاولين العرب من نجاحات هو نجاح لمصر كلها ولأبناء مصر كلها، لأن كل المصريين فيهم كتير أو من مواهب وفيهم كتير أو من عباقرة، والحقيقة بقى دايما لهم بنتمنى لهم أماكن أعلى وأعلى بإذن الله. احنا على وعد من حضرتك يا باشمهندس، لان انا عارف مدى تعمقك في قطاعات الناشئين وقد ايه فكرك العالي سواء الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الناشئين، اسمح لي توعد مشاهدينا لانهم فعلا في انتظارك في اي وقت تحددوا ان احنا تكون معانا ضيفنا على الهوا، لان انا عايز يعني الناس تستفيد من فكرك العالي وتستفيد من خبراتك، فيعني نتمنى ان انت تنورنا قريب ان شاء الله باذن الله. بس جاوب يمكن بس برد شويه من دول، وقبل كده ما كلمتني كنت واخد دور برد. انت شباب يا باشمهندس، انت شباب، ده احنا بنتعلم منك العزيمه انت شباب. احنا بنتعلم منك كله احنا بنتعلم منك. ان شاء الله نطلع معاك ونتكلم باستفاضه عن، عايزين نستفيد منك يا باشمهندس طبعا لازم نتكلم عن النشيد، رؤيه خاصه فيها وعن النادي المقاولين بصفه خاصه ان شاء الله بارب وقت باذن الله. يا رب ما يحرمنا منك يا باشمهندس، وبنشكرك على مداخلتك، وكل مليون سنه وانت طيب، ويا رب مزيد من النجاح والتالق. بنشكر الباشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكوره وعضو مجلس اداره نادي المقاولين العرب. قد ايه هو فخور وسعيد بتوليك المنصب؟ طبعا ده الاب الروحي للنادي المقاولين العرب ومدربين نادي المقاولين العرب، وعلى طول الباشمهندس محمد عادل بيعمل لنا اجتماعات ويقعد معانا ويشوف مشاكلنا ويتكلم معانا ويدينا افكار جديده ويحاول يطور من ادائنا ويحاول يطور من فكرنا ويدينا الحاجات الجديده. فربنا يطول لنا في عمره يعني ويدينا الصحه. لكن انا يعني انت قلت لي عايز تشكر منطقه لا انا عايز طبعا اشكر الاول النادي، رئيس مجلس اداره النادي محسن صلاح وباشمهندس محمد عادل وكابتن رضوان، وان شاء الله باذن الله يعني نبقى نطور من اداء الفرق القطاع الناشئين، والفريق اللي انا ماسكه ان شاء الله يبقى احسن واحسن. وبشكر منطقه القاهره على الكابتن حماده الشربيني والكابتن محمد وكابتن محمد مسلم وكابتن محمد نافع عبد الدايم، وطبعا الدينامو منطقه القاهره كابتن ايمن حسان على الثقه الغاليه اللي ادهاني عشان اقدر امسك المدير الفني 2006، وان شاء الله باذن الله اعمل نتيجه مشرفه للبلد وللنادي المقاولين العرب ان انا اخد مركز في طوكيو في اليابان باذن الله يعني باذن الله يعني. انا طبعا انا بعتبر اليوم ده او الحلقه دي مع الكابتن عز، لكن انا اسمح لي لو وقتك ظروفك سمحت نلتقي الاسبوع القادم، عايزين نتكلم باستفاضه لان الوقت سرقنا فعلا، الوقت ما معاكم بيجري بسرعه، عايزين نتكلم براحتنا واستفاضه كامله على اختياراتك وفكرك لمنتخب القاهره ان شاء الله لو سمحت نقدر نستكمل لقائنا الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله يا فندم باذن طيب. الله ان شاء الله. هنطلع فاصل؟ مش هنطلع فاصل، معناش فاصل. طيب اسمحوا لنا نختم طبعا بالدرع تكريم خاص عملناه للمجهود اللي انت عامله سواء في فرقة نادي المقاولين العرب سواء عامله في منتخب القاهرة، وانا واثق ان انت هتعمل فرقة قوية جدا كمنتخب، واثق ان انت هترجع بالمركز الاول ان شاء الله من طوكيو في 2020 في شهر مايو في اليابان. في تكريم درع تكريم كده اسمحني اقدمه لحضرتك. ده اهداء نجيبه على الكاميرا، اهداء من صوت الناشئين للكابتن محمد عز المدير الفني لمنتخب القاهره 2006. المدير الفني الكابتن محمد عز. اسمحوا لي بشكركم حضرات الساده المشاهدين، طبعا الوقت جري معاكم بسرعه. كان نفسي نستعرض كل حاجه مع الكابتن محمد عز، لكن احنا